أسئلة. بالنسبة لموضوع النادي الأهلي، احنا تلقينا خطاب من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بطلب تشكيل لجنة عند لفحص موضوع محدد، هو موضوع بعض الإعانات أو بعض التبرعات اللي جاية من أماكن خارجية، واحنا فعلا درسنا هذا الأمر وشفناه، يعني شفنا الخطاب، وإن شاء الله يعني بندرسه قريبا في ضوء القانون الجديد. أنا بس كل اللي عايز أقوله إن ده طلب من رئيس مجلس إدارة النادي، ليس له الصفة الفورية السريعة لقرار نيابة، يعني هناك فارق عشان بس ما نقارنش بين أماكن أخرى، ده مش تكليف فوري من النيابة بالنزول فأنا أعمل كذا، ده طلب من رئيس نادي. احنا عندنا أكتر من 1000 نادي بنتعامل معاهم وأكتر من 6000 مجلس إدارة، وأحيانا كثيرا جدا بيجي لنا طلبات من أندية أو من مراكز شباب أو من اتحادات بتطلب مننا إن احنا نروح نبص على موضوع معين. طبعا النادي الأهلي مش زي أي حد، النادي الأهلي نادي صاحب شعبية كبيرة، لكن في نفس الوقت احنا بنشوف ده في إطار العمل اللي موجود عندنا، وما هوش يعني حاجة بالنسبة لنا لازم تتعمل خلال 24 ساعة أو 48 ساعة، فاحنا حطينا في إطار العمل العادي، وان شاء الله هنروح وهنشوف كل اللي طلبوا او يعني المطلوب النادي الاهلي مننا هننفذه ان شاء الله خلال الايام القادمه. لجنه من الوزاره ولا من ولا مديريه الشباب؟ لا هو الجواب النادي الاهلي واضح، بيقول لك انا عايز لجنه من الوزاره تيجي تبص على حاجات محدده، يعني هو محدد حتى الحاجات دي كلها، فاحنا يعني ده مش هو مش طالب حاجه معينه، مش محدد من منين في الوزاره حتى من المديريه او حاجه، فاحنا بندرسها في الاطار العام ايه هي الحاجات اللي هو طالبها، ايه الجهه اللي تروح تشوف الطلب بتاع النادي الاهلي، هل هذا الموضوع هيتم في التفتيش في الوقت العادي خالص زي ما بنعمل كل كام شهر ويشوف الموضوع ده فيه، ولا محتاج لجنه ملحه عشان نطلع بقرارات معينه، هل هذا الموضوع يعني ليه تاثير على التفتيش الدوري اللي بيتم ولا ملوش تاثير على التفتيش الدوري اللي بيتم، هل ده يعطل اي سير عمل في النادي الاهلي لو احنا ما رحناش النهارده او بكره الصبح او بعده، هل في اي حاجه تتوقف في النادي الاهلي، نشاط يتوقف بشكل معين، ما حدش يقدر، ده موضوع ملوش اي علاقه، ده موضوع بحث فيه اوراق موجوده على مدى شهرين ثلاثة فاتت، فما عندناش فيه صفة الاستعجال بشكل سريع جدا، لكن حطيناه في إطار العمل العادي. يعني الناس عايز